السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي راهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي راهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير الديزاد. اليوم الحصه تاعنا وين غادي نتكلموا على المدرب المغرب، وين يكشف حقيقه مواجهتين العراق والارجنتين. شو كيفاش وتواصلت اتحاد كرة القدم المغرب والعراق والأرجنتين إلى اتفاق مبدئي لإجراء مباراة دولية ودية لمنتخباتها تحت 23 عام في إطار دورة مصغرة ضمن أجندة الاتحاد يعني الدولي المقبل أيام الفيفا التي تمتد ما بين 9 و 17 أكتوبر المقبل. وكشفت مصادر خاصة أن شركة مارك سبور الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للفيفا في تنظيم مباريات دولية تشرف على التنسيق بين الاتحادات الثلاثة المغرب والعراق والأرجنتين لتنظيم 3 وديات بين منتخبات أولمبية في تاريخ الاتحاد الدولي المقبل، وهي الشركة نفسها التي تشرف على تنظيم جميع يعني المنتخبات المغربية في مختلف فئاتها العمرية سواء في المغرب أو خارجه. هذه شركة مارك سبورت شركة عالمية، شركة كبيرة. احنا باش نعطو صورة، احنا عندنا هنايا مي كانت العصابة الحقيقية تاع كرة القدم كانوا دايرين واحد يعني دايرين واحد جزائري ودايرين واحد في فرنسا، مباراة رسمية يدي دراهم، مباراة ودية يدو دراهم، مباراة مندارتش يدو دراهم، مباراة بغات تندار يدو دراهم، يعني كاع سوا يدو دراهم، المهم يدو دراهم، المهم حوسو يدو دراهم وصايب، إملاء الجيوب فقط. بصح شوف كي يكون عندك رئيس اتحادية هو اللي قرر، ماشي فلان ولا فلتان يقرر، شوف كيفاش تشوف نتايا اللقجع كيفاش يقرر. هو الذي يقرر. انا ما نكذبش عليكم، انا نتمنى ان شاء الله والد صادي يعني بكل قوه الصبعه والقدام، والله العظيم قررنا كيما انا ما نكذبش عليكم، انا لقجع عجبني في الخدمه تاعو، نستعرب به في العمل تاعو، يا ودي والله لا صوبيتي، يا ودي والله ما على باله، صورتو الضربه تاع ليبيي تاع لي ستار تاع قطر تاع كوب ديموند، يخدموا معاه صحابه وكلش منا، هو اللي جابهم يخدموا معاه، خدعوا الحبس، كاش والو، هذه ما تالي كاع. وشدد عصام الشرعي مدير الفني للمنتخب المغربي تحت 23 سنة على أن مباراتين وديتين أمام العراق والأرجنتين لم يتم تأكيد إجراؤها بعد، وأن الجهات المتخصصة داخل الاتحاد المغربي تواصل مفاوضاتها مع الاتحاديين في الأفق وتوقيع عقود بين مسؤولين الاتحاد المعنية بالدور المصغر المذكور. وقال الشرعي في تصريحات أنه يرحب بمواجهة المنتخبين العراقي والأرجنتيني في إطار استعدادات المنتخب المغربي للمشاركة في الألعاب الأولمبية الصيفية المقررة العام المقبل بالعاصمة الفرنسية بفرنسا، وتبع من مفيد لنا انفتاح على مختلف المدارس الكروية في آسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا أيضا مستقبل. أعتقد أن مواجهة العراق ستكون مثيرة للاهتمام بشكل خاص، وواجهنا سابقا منتخبات إفريقية ولاتينية ولم يسبق لنا احتكاك بمدرسة عربية آسيوية. كرة القدم العراقية تتمتع بسمعة كبيرة عبر يعني مر التاريخ ومن جيد خوض مباريات ضد الأسود الرافدين. إن شاء الله تكون مباراة يعني في القمة ونستغلوها إن شاء الله يا رب، وكشفت مصادر أنه في حال توقيع عقود في الأيام القليلة المقبلة بين مسؤولين المنتخبات الثلاثة فإن الدور ستحتضنها العاصمة الرباط، ويتضمن برنامج إجراء مباريات يعني إجراء مباريات في أكتوبر.
المقبل على أن يلاقي المنتخب العراقي في مباراته الثانية الأرجنتين في 14 من شهر ذاته، ثم يختتم بمباراة بين المنتخب المغربي والأرجنتين في 17 من شهر نفسه، وينتظر إجراء مباريات في ملعب أمير مولاي حسن بالرباط بعد إغلاق عدد من الملاعب المغربية بسبب خضوعها لإصلاحات تحضير لملف ترشيح المغرب لاحتضان نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025 ونهائيات كأس العالم 2030 ضمن ملف الثلاثي المشترك يعني بين المغرب وإسبانيا والبرتغال. وتأهل المنتخب المغربي الأولمبي إلى دورة الألعاب الأولمبية والتي تحتضنها باريس الصيف المقبل بعد تتويجه الصيف الماضي بلقب كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة والتي أقيمت في المغرب وفاز بها أمام منتخب العنيد منتخب مصر الذي تأهل وكذلك بهدفين لهدف واحد بعد ما كانوا منهزمين وقلبوا النتيجة يعني كاليزاو وقلبوا النتيجة في البروموغاسيون. هذه هي أسعي تختم سيما هذه هي هادي مكاش منها كاع شامل هاد ما هي سهلة يا ما هي سهلة صاحبي ما هي سهلة انتيا تروح تلعب انتيا كونت منا وتجيب من وتجيب لازم يكون عندك رئيس اتحادية في القبة باش تتعاقد مع كيما نقولو حنايا مع شركة كبيرة مثل هذه ماركا سبور هذه لازم تكون عندك لازم انا نقول لك ماشي سهلة يا خويا والله ما سهلة خويا ها شوف الناس كيفاش تخدم خويا هذه يا خويا ناس هي تخدم خويا ناس الوراء مشي قال لك مكاش الوراء كاش الوراء شي باغي يولو والقدام برك هذه هي قال القدام برك جوش الوراء خويا اللعب تاعنا كيفاش ليل لعبة لعب مكاش لا بن طالب لا ادم الناس لا والله العظيم تكرهها والله تكرهها انت تبغي تفرج ما تفرج تكره كيش في من تفرج يقول لعبة وانا يلبو هاي وراي ما تشتاق ممكن أن أكون
كاين واحد لعب تا وانا ويلعبو وين فرج ليل مع الفرق مكاش وربحو 2-0 بصح مكاش سبحان الله. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير بارطاجونا لي فيديو تاوعنا واللي مشي ابوني معنا وان شاء الله دائما معكم بجديد وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله يا رب العالمين.